نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. مرحبا بكم، معكم أحلام أعبودو، خبيرة ومدربة إتيكيت. اللي نبغيكم تعرفوه هو أن الإتيكيت هو سلوك حضري راقي خاص بجميع الطبقات، يعني بالطبقات الفقيرة، المتوسطة، البرجوازية. هو السلوك اللي كنعيشوه في حياتنا اليوميه، في المنزل ديالنا مع الاطفال ديالنا، في المدرسه، في العمل، في السوبر مارشي، في الشارع، في المناسبات، في الافراح. الوغ هو السلوك اللي كنعيشوه في الحياه اليوميه ديالنا. اليوم غادي نشوفوا طريقه شرب القهوه. الوغ باش نصحح واحد يعني صح واحد المعلومات، السيدات ملي بغيو يشريو يعني الفنجانات ديال الشاي او ديال القهوه، خاصهم يعرفوا بان الفنجان اللي كيكون من التحت رقيق وغادي يعني وغادي ينفتح بهذا الشكل، كيكون رقيق رفيع من التحت وغادي وتتكبر لا فورم ديالو. هادو فنجانات نورمالمون ديال الشاي ماشي ديال القهوه. حنا من طبيعه الحال في المغرب عندنا الكؤوس، وما فاش كناخذوا الشاي كناخذوه في الكاس، لكن في جهات اخرى يعني في اوروبا ولا في اسيا ولا في الشرق، الناس كياخذوا الشاي في فنجان. هذا فنجان الشاي. فنجان القهوه على العكس، فنجان ديال القهوه كيكون قد الفوق قد التحت، تقريبا قد الفوق قد التحت. نورمالمون ملي كيكونوا مستضيفيننا اصدقاء ديما كيقولوا لنا شحال بغيتوا ديال السكر، واش جوج معالق السكر ولا جوج قطع ديال السكر ولا ثلاثه ولا يعني شحال بغيتوا. في الاتيكيت يعني ما كنفوتوش جوج ماكسيموم ثلاثه ديال قطع السكر، ثلاثه ورا اكثر يعني في الاتيكيت ما نفوتوش جوج القطع ديال السكر. نورمالمون السيده اللي مستضافانا هي اللي كدير لينا، كتعطينا تعطينا السكر ولا قطعة السكر في الفنجان ديالنا، مي ما كتعطيناش الفنجان في وسط المعلقه. يعني في الاتيكيت ممنوع نعطي نسيرفي الناس والمعلقه في وسط الفنجان، المعلقه ديما كتكون خلف الفنجان. الو ملي كناخذ الفنجان ديالي يعني عندي جوج نتاع الحوايج، الا كانت عندي طابل باس يعني نازله ما غاديش كل ساعه نبقى كنمشي، لو كور ديالي كله كيمشي عند لا طابل وكنرجع باش ناخذ الفنجان ديالي. يعني في الاتيكيت ممنوع. بالعكس الا كانت عندي الطابل اللي غاده في لو نيفو ديالي بحال نتاع المطاعم، يعني ممكن انني نحط الفنجان ديالي فوق الطاوله. الوغ الفنجان ديالي كيبقى في اليد ديالي، واحد يد يعني كتاخذ السوطاس ويد كتشرب بها الكافي ديالي. الوغ طريقه تحريك السكر، الوغ السكر ما كنديروش يعني ما كنديروش الصداع، وكنبقاو كنديروا حركات دائريه، ما كنديروش واحد الاعصار في الفنجان ديالنا. باش كنحركوا السكر كيمشيو بثلاث اربع حركات، يعني من عندي لعندك ثلاث اربع حركات، وكنرجع المعلقه ديالي خلف الفنجان، ما كنحطهاش على اليمين ما كنحطهاش على اليسار، كنحطها خلف الفنجان. هذه حاجه. شيء اخر، ما كنبردش القهوه ديالي، يعني هذه ممنوعه في الاتيكيت نبقى نبرد في القهوه ديالي، ولا كنبقى كنتكلم مع الناس وفي اليد ديالي معلقه، هذه ممنوعه في الاتيكيت. الوغ كنحطها خلف فنجان القهوه. طريقة ثانية، ملي كنبغي ناخذ الكافي ديالي، يعني كاينه طريقة كلاسيكية بريتيش اتيكيت كلاسيكية خاصة بالسيدات، يعني كناخذ بثلاث الأصابع ديالي وكيبقاو الأصابع ديالي بجوج مفتوحين بهذه الطريقة، وكنشرب الفنجان كنشرب القهوة ديالي. هذه الطريقة نورمالمون تتسمى بالبينكي، هي طريقة كلاسيكية بزاف وخاصة بالسيدات، طريقة البينكي. أما الآن يعني دابا ما بقاتش هذه الطريقة يعني متداولة، ولا كي بحال السيدة بحال السيد، يعني كان الأصابع كيتجمعوا كناخذ بثلاث الأصابع ديالي بثلاثة بهذه الطريقة باش كنهز الكافي فنجان ديالي. ما كندخلش اليد ديالي في وسط
يعني بهذه الطريقه، ما كنشدش الكافي ديالي باش نشربه بهذه الطريقه، يعني ممنوع في الايتيكيت ولا ناخذ الكافي ديالي ونشربه بهذه الطريقه. الوغ طريقه واحده باش كناخذ الكافي ديالي هي بهذه الطريقه، وكنشرب من طبيعه الحال بلا ما ندير اصوات، يعني كنشرب فيه بهدوء. وديما كي كنقول لكم ماشي انا اللي كنمشي عند لاطاس، لاطاس هي اللي كتجي عندي، باش كيبقى الظهر ديالي لا بوستور ديالي كتبقى دغوات، وكنبقى انا مستقيمه، وحتى الناس اللي كنهضر معاهم يعني كنبقى غدا في لو ميم نيفو كنشوف فيهم. شكرا، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا، والى الحلقه القادمه.